ماشي عيدكم يا البنات. السلام عليكم، بعدا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا مره اخرى. نديروا اليوم واحد الدجاج في الطاجين بالزبيب ومعسل بالزبيب والبصله، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ندوزوا للمقادير. هنا غنبداو في المقادير. عندي هنا واحد الدجاجه كامله قطعتها على جوج، حليتها هكا في النص هكا احسن باش طيب معنا طاغية. درت انا واحد جوج دراس ديال الثوم او فصوص ديال الثوم، واحد الضمد ديال زعفران، اما ندوزوها في الحكاكه ولا نديرلو هكا ضمد زعفران. الا ما عند ممكن ديروا زعفران شعره او ضمد زعفران. ندير هنا واحد نص معلقه ديال السمن، السمن اللي درت معاكم البنات. ندير واحد شويه ديال الملحه، ندير واحد نص معلقه ديال قزبور حبوب مطحون، واحد شويه العطريه ديال الدجاج اللي كتباع هكاك، ما نكتروش العطريه بزاف، واحد نص معلقه ديال الخرقوم، واحد شويه عاود ديال السكينجبير. بقات ليا القرفه، هنا غندير عواد ديال القرفه. الا ما عندكمش مطحونه ديروا غير عواد هكا. ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده، صافي نبدا ندير فيه الدجاج. من احسن الى عندكم ديروه بحال غد ليه ديروه توجدوه بالليل، الا عندكم ديروا مع نص نهار عاود توجدوا مع الصباح، ملي كيكون هكا في الشرموله ديالو حسن كيجي حسن بنين. انا غادي نردو في الكوكوط. نتوما الا عندكم الوقت تحطوا هكا، كيحتاج تقريبا واحد جوج سوايع باش تحطوا هكا في الطاجين مع البصله. الا ما عندكمش الوقت انا غادي نختصر لكم. صافي من بعد ما درنا الدجاج نجيب هذه الطنجره ديال الضغط او الكوكوت. ممكن ديروا الدجاج صغير ولا ديروا غير نص واحد. ندير الماء في هذاك الصحن باش تهبط داك. صافي ونكبو عليه الماء ديريكت. هنا كبيت له جوج الكيسان ديال الماء، درت الكاس ها تاني كاس، ما نخليوش حتى يدوز له من الفوق. نتمنى ان شاء الله يبان واضح. صافي دابا نسدو عليه الكوكوط ونحطوه مده نحسبوا له حتى يغلي نص ساعه. من بعد ما يغلي نص ساعه على عافيه مهيله. انا غنحتاج واحد الكميه من ديال البصله اللي قشرتها، نحتاج الطاجين. الا كنتو بغيتو ديروا بحال هكا ديروا ديريكت الدجاج هكاك في الطاجين، ديروا واحد الكميه ديال البصله تقسموها على جوج، تفرشوها تحطوا الدجاج وتقطعوا الاخرى من الفوق. صافي خصو واحد المده ديال جوج سوايع ولا اكثر، خصو على عافيه مهيله باش يطيب غير بشويه عليه. صافي نقطعوها بهذا الشكل غير رقيقه، نقوها مش على ما رقيناها مزيان باش تعسل دغيا، ما نغلطوهاش. صافي من بعد ما كملت تقطع البصله ندير واحد شويه عاود ديال الزيت، اما زيت الزيتون ولا زيت المائده.
ندير واحد شويه ديال الملحه، صافي البنات حطيته هكا على عافيه مهيله، فرشت له داك الحديده ديال الطاجين صافي بهذا الشكل. الكوكوت ديالنا هنايا، هنا غنحتاج الزبيب كما كان، غير ما يكونش هذاك الكبير اللي فيه العظم، فيه هذا وفيه هذاك عاود الصفر. نديرو هنا في الماء من بعد ما نقيتو، حيت له دوك العويدات اللي كيكونوا فيه لاصقين. صافي نغسلو مزيان ونرد له الماء، نحيد له هاد الماء صافي، ونرطبو في شويه ديال الماء الاخر، نخليه ما حد ما يوجد الدجاج ديالنا والبصله، ونديرو من الفوق. هنا نبقى طول المره نحركو داك البصله باش ما تحرق ما تلصق، وهي كتنزل غير بوحدها. هاهي البصله ديالنا من بعد ما نزلات، الدجاج من بعد ما طفيت عليه، داك المرقه ولا الرو ولا كي كيقولوا المرقه ديالو بقات هي هذيك. دابا غادي نحاول نطلع هاد البصله هكا في الجناب، شعل ما حاولت في الاخر تفرتت، دغيا كيتم ما كيتعطلش. هنا خليته على عافيه مهيله كما كتشوفوا، درت شويه ديال البصله من الفوق، الدجاج طايب مزيان، ما خليتوش كمل نص ساعه في كوكوت على بوطه. هنا نجيب داك الزبيب وصلوا هالبنات، راه كيكون فيه بحال الرملة بحال. نديروا واحد معلقة ديال العسل، هنا ندير واحد معلقة ديال العسل الحر، ديروا اي العسل ولا ديروا السكر. صافي نخليها هكا تذوب، دير واحد الرشه ديال القرفه. صافي هي كتذوب دغيا، ماشي ضروري ديروا العسل، اللي بغى يدير كتعجبو الحلاوه، اللي ما بغاش بلاش. انا مره كندير له العسل مره كنخليه هكاك. صافي نديرو شويه بهذا الشكل ونغطيو عليه، نخليوه على عافيه مهيله. القرفه وداك الزبيب كيعطيو البنه، الحلاوه اللي كتعطيهم البنه. هو البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي درنا مع بعضياتنا، بالدجاج والزبيب والبصله اللي كيجي رائع في المذاق. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، تجربوه.
ديما مع السلطة أو شلاضة خفيفة بالخضر والفواكه، خصنا ما نتخلوش عليها، دايما نديرو شلايض خصوصا في شهر رمضان، كنحتاجو الجسم ديالنا، كنبقاو صايمين النهار كامل، نحتاجو السوائل. صافي، هذه هي الوجبة ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشاركوا، ديروا لايك والاشتراك، تقاسموا مع العائلة والاصدقاء. كنبغيكم، كنموت عليكم. سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.